تحول إلى الجزء الآخر أو الجزء التحليلي وما يراه خبراء السوق. نرحب بالأستاذ محمد عبد المطلب، مدير تطوير الأعمال بشركة عربية أونلاين للأوراق المالية، بينضم إلينا طبعا مباشرة من القاهرة. أهلا بك أستاذ محمد، لعلك استمعت طبعا إلى التفاصيل والأرقام من مراسلتنا. بداية، كيف تصف هذه الجلسة؟ هو ارتفاع جماعي، كيف تصفها؟ الجلسة النهاردة كانت جلسة مختلفة من الثمان جلسات اللي فاتوا. من أول رمضان كنا شايفين الثمان جلسات اللي فاتوا بشكل كبير جدا مش مدين اتجاه معين، كان الاتجاه نزول من الثمان جلسات من أول رمضان. صحيح، ابتدت الفوليوم يزيد النهاردة في الساعة الأخرانية بالذات. كنا شايفين الأسهم القيادية ابتدى يخش فيها سيولة بشكل قوي جدا، وده بيدينا انديكيتور بكرة ان الجلسه هتبقى فوق ال 16800. ممكن الجلسه يحصل فيها زياده في الفوليوم، ممكن نعدي المليار، مليار و200 بكره، فده بيدينا سيوله قويه للسوق في الاسهم القياديه. شفنا النهارده شويه ان الاسهم المضاربيه ابتدت تعمل هدوء شويه في الجلسه بتاعت النهارده عن الجلسات اللي فاتت، وده بيدينا ان تحرك السيوله بقى اكتر لاتجاه الاسهم القياديه بشكل قوي جدا. من هيرمس التجاري الدولي النهارده، الشرقيه للدخان، الصعود بتاعهم النهارده بالنسب المتفاوته عمل معانا صعود في المؤشر بنسبه كويسه جدا حوالي 130 140 بونت، وطلعنا بالفوليوم لفوق 850 مليون عن الايام اللي فاتت، وده شكله للسوق افضل طبعا بكتير من الايام اللي فاتت اللي كان الهدوء الحذر من المشترين بشكل عام. البياع او الناس اللي هي كانت منتظره تبيع اكتر من كده في السوق بقت مش موجودة بشكل كبير جدا. شايفين ان شاء الله السيولة بكرة وغدا هتبقى افضل، يعني افضل من الايام اللي فاتت. الكلوز بتاع الاسبوع ده هيبقى بشكل قوي، اعتقد ممكن يوصل فوق ال 17، ده 17000 نقطة، وده هيدينا الاتجاه للمستوى بتاع ال 17400 الفترة اللي جاية. فشايفين ممكن نفتح بوزيشن بكرة لو قفلنا فوق ال 16800 بشكل كويس، نفتح بوزيشن جديد للأسهم بالذات الأسهم اللي في المؤشر كيس سيرتي بشكل كبير جدا، لأن هي ابتدت تحافظ على الدعوم النهاردة وابتدت تحاول تغير الاتجاهاتها في آخر الساعة بتاعت الجلسة الأخيرة. يعني ما معنى أنه نفتح مكانة أو بوزيشن كما وصفتها أستاذ محمد؟ يعني لا أفهم هذه النقطة نفتح تحديدا. بوزيشن نفتح بوزيشن يعني ممكن نبتدي نشتري مراكز شرائية جديدة للناس أو العملاء، أو العملاء اللي هو المستثمرين بشكل عام كانوا الأيام اللي فاتت مسيلين أو كانوا بايعين كل أو معظم الأسهم المحافظ بتاعتها وكانوا مسيلين جزء كبير، فهيبتدي هو معاه سيولة قوية جدا. لو ابتدى يشوف صعود في الأسهم القيادية بشكل كويس هيبتدي هو يدخل سيولة جديدة من الأيام اللي فاتت، يبتدي يخش ويشتري في المناطق ديت، وهيبتدي يحصل صعود تدريجي للأسهم بطريقة المتوالية، ان هو يبتدي ياخد دعوم أعلى من الدعوم اللي فاتت، ويبتدي ياخد يكسر مقاومات كانت الأيام اللي فاتت مش قادرة تصعد بالأسهم، وده هيدينا فرصة جيدة للمتاجرة في الجلسة بتاعت بكرة وبتاعت يوم الأربعاء إن شاء الله. السيولة، على ذكر السيولة، هنا كم بلغت تقريبا السيولة؟ هل زادت تخطت المليار؟ السيولة لم تتخطى المليار بشكل طبعا كبير النهاردة، هي وصلت حوالي 825 مليار مليون 825 مليون، ودون ده كان اكتر من الايام اللي فاتت كان ما بتتعداش ال 500 مليون، وده افضل طبعا. ممكن بكره تتعدى المليار او مليار 200، وطبعا ده هيفرق كتير لان احنا عاد طبعا التايم بتاع الجلسه او ساعات التداول قلت ساعه عشان جلسات رمضان، فيعتبر احنا في ال 850 مليون ابتدينا نرجع للشكل الطبيعي اللي هو مليار و200 لو خصمنا الساعه بتاعت التداول اللي بتفرق معانا في رمضان. البورصة أيضا كيف استقبلت؟ يعني هو خبر ربما منذ قليل أنه طرح 4% من حصة القابضة للصناعات في الشرقية للدخان في البورصة المصرية الموافقة فقط، يعني كيف استقبلت البورصة هذا الخبر؟ طبعا طرح جزء تاني من الطروحات بتاعت الشرقية للدخان ده بيدي طبعا في مستثمرين أجانب بيفضلوا الأوراق اللي فيها فوليوم عالي أو فيها نسبة سعر سوقي عالي بالنسبة لهم، فهو يبتدي أما يدخل سيولة جديدة يدخلها لنظر أن أنت بتطرح
لنفس السهم اللي هو شغال عليه ونسبة أرباحه عالية، لما تطرح له نسبة كبيرة هيعمل جذب المستثمرين الأجانب بالذات في السهم زي الشرقية للدخان طبعا بشكل كبير جدا، وده بيعيد السيولة بيدخلها جوه السوق مرة أخرى في الفترة اللي جاية أكيد. نعم، ربما لفت نظري أيضا خلال يعني استعراض مراسلاتنا من هناك أنه قطاع الخدمات المالية كان دائما بيبقى متصدر، كان دائما ربما في الجلسات السابقة في الصدارة، اليوم هبط في المرتبة الثالثة ربما بعد قطاع العقارات الذي كان دائما بيليه. هل في سبب معين لتقهقر قطاع الخدمات المالية؟ قطاع الخدمات المالية بشكل عام هو كان بيتصدره هيرمس وبايونير، والأداء بتاعهم كان الأيام اللي فاتت بشكل لافت للنظر ان هو كان بيقل عن السوق بشكل عام. كان طبعا قطاع المنتجات الغذائية او المنتجات الزراعية اللي كان شغال بسيولته في السوق اكتر بشكل كبير. قطاع الخدمات المالية في قرارات دلوقتي وفي لجنة تقريبا في هيئة سوق المال بتعمل عملية إعادة هيكلة لشركات الخدمات المالية والرؤوس الأموال والاندماجات والاستحواذات فيها في القطاع ده بالذات، فالقطاع ده هيكون ليه شأن في الأيام الجاية بشكل كبير، هيأثر على الشركات اللي بتتداول في القطاع ده في السوق. وهنشوف التحرك بالنسبة لها هيكون السيولة بتخرج من أوراق معينة في القطاع ده لأوراق تانية بشكل قوي اللي هي فيها رؤوس أموال في شركات قابضة أو شركات ذات مؤسسات كبيرة يعني. نعم، حضرتك في بداية الحديث يعني تنبأت ربما بأنه هذا الأسبوع سيكون أسبوع إيجابي للبورصة، ربما المؤشر الثلاثيني سيعود إلى 17,000 نقطة، ربما السيولة ستزداد أيضا، ربما سيتم فتح كما ذكرت يعني اعتمادات مالية جديدة أو ما يسمى بسيولة جديدة ستدخل إلى رأس مال البورصة أو إلى تداولات البورصة. لماذا كل هذا التفاؤل؟ لماذا أنت بترى أنه هذا الأسبوع ربما على جلسة يوم الأربعاء كما ذكرت أيضا بأنها ستكون مختلفة إيجابيا؟ وإحنا عموما إحنا بقالنا أكتر من شهر تقريبا بالظبط إحنا في كوركشن أو يعني في تصحيح نزول من مستوى 18200 أو 18300 لمستوى 16600، وده كان المستهدف بتاعنا في التصحيح، فإحنا وصلنا تقريبا لنفس النقطة ديت. حصل اليومين ثلاثة اللي فاتت إن إحنا عملنا اتزان على النقطة دي بشكل كبير جدا، ودون لازم السيولة بتبقى اللي بتخرج في النزول دون بتبقى منتظرة أي إشارة إيجابية لدخول السيولة أو دخول المؤسسات والأجانب بشكل كبير جدا في الأسهم القيادية، بحيث أن الأسهم دي هي اللي بتعمل ارتفاع للسوق، فيبتدي العملاء أو المستثمرين بشكل عام الأيام الجاية ما يلاقوا أن السيولة رجعت تاني للأسهم القيادية والأسهم المؤسسية هيبتدي يخش السوق، لأنه هو بقاله فترة هو خارج السوق وعامل سيولة للمحفظة بتاعته، فيبتدي يخش على نتائج اليوم بتاع النهاردة أو بكرة حسب الكلوز بتاع السوق. لو ابتدى يقفل فوق المستوى بتاع 16800 على الأقل لمستوى 17000 مع زيادة السيولة للمليار و200 هيبتدي يدي إيجابية أكتر للناس إن هي بتدي تخش السوق في الأيام اللي جاية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عبد المطلب مدير وتطوير الأعمال بشركة عربية أونلاين للأوراق المالية.